غضب شعبي في عدن، إغلاق طرقات الشوارع في المنصورة وإشعال النيران في الإطارات بخور مكسر، واحتجاجات منددة باستمرار حالة الفوضى الأمنية وصلت إلى مديرية المعلى طالبت بالقصاص من قتلة الشاب رافد دنبع. ما يحدث في محافظة عدن بالذات وهي دائما الانتهاكات ودائما التصرفات الغير لائقة من قبل بعض القيادات والذين لم يتصرفوا بالتصرف حكيم. وهنا ندعي التحالف وندعي الشرعية وندعي كل القوى الموجودة داخل عدن وخارج عدن إلى ضبط الأمن وضبط الحالة الموجودة في عدن. المحتجون نفذوا وقفة احتجاجية بمديرية البريقة للمطالبة بتوحيد القوى الأمنية ورفض أي قوات خارج نطاق الدولة، واتهم المشاركون بالوقفة الاحتجاجية قوات مكافحة الإرهاب التي يقودها يسران المقطري بالوقوف وراء مقتل رافد دنبع فجر السبت الماضي بالمعلى، ورفع المحتجون لافتات تطالب بمحاسبته وبقية القيادات الأمنية المتورطة. من رجال اليسران ويسران نفسه هذا يسمى عبث بذات نفسه، لأن العمل الذي يقوم به الأخ نسران من مداهمات في البيوت، من مداهمات على الشباب في الشوارع أو غير شوارع، هذا عمل غير أمني. العمل الأمني لازم أن يكون عمل مؤسسي بنظامه القانونية. كانت قوات أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب المدعومة من الإمارات قد تسببت بمقتل رافد دنبع خلال محاولة القبض عليه بعد اقتحام منزله، وتوفى دنبع متأثراً بإصابته بعد إسعافه إلى المستشفى في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة بأن رافت يعد الشاهد الوحيد على حادثة اغتصاب طفل بمديرية المعلى اتهم فيها 3 أفراد تابعين لشرطة المديرية. بأي طريقة يقتل وأنتم تعلمون كلهم أنه هو الشاهد الوحيد لقضية القتل واغتصاب طفل المعلى، لماذا قتلوه بالوقت هذا بالذات؟ لماذا القتل؟ هنا السؤال، لماذا قتلوه بالوقت هذا؟ هل قتل رافت خطأً أم عمداً؟ وهل مقتله يأتي كما يقول ناشطون كمحاولة لتصفية مسرح جريمة اغتصاب طفل المعلى؟ الأيام القادمة ستفصح عن الإجابات، لكن المؤكد أن عدن المدينة التي أضحت لا تكاد تنام على حادثة فوضى أو انتهاك حتى تصحو على انتهاك آخر وجريمة جديدة في ظل شلل يعم مؤسسات أمن متهم بعض قياداتها بالتستر أو التواطؤ مع مرتكبي جرائم الانفلات الأمني.